للقعدان الحقائق والمسافة هي 4 كيلومتر. نجدد التحية واللقاء من جديد من هنا على قناة ياس الفضائية من تأتي بهذا الأحداث من هنا من مهرجان قصر الحصن. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، من يعلن حضوره بهذا الانطلاق والمسار في المقدمة والصدارة. والمركز الأول من يسيطر في مقدمة الشوط بهذا المسار والانطلاق لافي ناصر بن أحمد بن حسن العامري، من يقدم لافي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، يليه مباشرة في المركز الثاني ويرافق لافي على الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات من يتقدم مع المرافقة مع المقدمة والصدارة. مشاهدينا الكرام، يتقدم في هذه اللحظات شرط لمحمد بن عيسى بن عبد الله الربيعة الكواري، من يقدم لنا شرط يغير مع المركز الثاني ثالث المراكز وصول من رعود. محمد بن بخيت بن سعيد العامري مع المركز الثالث، أما اللي في المركز الرابع ينطلق. مشاهدينا الكرام بهذه اللحظات يتقدم بهذا المسار والانطلاق والمركز الرابع مشاهدينا الكرام مصدع لزايد بن محمد بن قران المنصوري، أما اللي في المركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام الأسد لحميد بن راشد بن سالم الحقري، وفي سادس المراكز وصول من هملول حمد بن محمد بن قنزول العامري، أما اللي في المركز السابع الواعي حميد بن عبد الله بن حميد الخاطري، وفي ثامن المراكز مشاهدينا الكرام من بدأ يصل ويتقدم بهذا المسار ضاري حمد بن محمد بن حمد بن يروان النيادي، ومن الجانب الآخر مشاهدينا الكرام معاشر المراكز غزيلان محمد بن علي بن صالح بوليل الغفران المري. هكذا النداء مشاهدينا الكرام، ها هو الانطلاق، ها هو المسار، نعود مع المثلث الذهبي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. من يسيطر في المقدمة لافي ولفا لافي هنا ناصر بن أحمد بن حسن العامري، من يقدم لنا لافي مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، يسيطر مع البداية والمقدمة والمسار الأول والانطلاق الأول والسيارة بالانتظار. من ترى سعيد الحظ الفائز المشاهدين الكرام في هذا الشوط في هذا المسار لهذا الشوط الذي لا يقل أهمية مليء بالأعداد من القعدان مشاهدينا الكرام. المركز الثاني يصل مشاهدينا الكرام في ثاني المراكز ياتي مصدع زايد بن محمد بن قران المنصوري، ولكن قدوم من الأسد حميد بن راشد بن سالم الحقري مع المركز الثالث، وفي رابع المراكز من بدأ يصل مولع خليفة بن أحمد بن خميس الخيلي ومتهبي واللحم مولع مع المركز الرابع. المركز الخامس رعود لمحمد بن بخيت بن سعيد العامري، أما اللي في المركز السادس يصل مشاهدينا الكرام وأول إذاعة لشاهين لسيف بن محمد بن علي بن سالمين المزروعي، يتقدم بهذا الانطلاق والمسار القادم أحلى. الكل بدي ينطلق، الكل بدي يتقدم، وصل مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وانطلق في هذا اللحظات إلى المركز السادس مباشرة. أرى اللي هو شاهين ناصر محمد بن محمد المنصوري، لمن الفوز لمن الناموس. الكل بدأ يتقدم، الكيلومتر الأخير لا بعده إلا الناموس، لا بعده إلا الفوز والانتصار. يا سلام، الأسد في المقدمة، الأسد مع الصدارة، تعود الملكية لحميد بن راشد بن سالم الحقري، أما لشاهين في المركز الثاني ناصر بن حمد بن محمد المنصور. يا سلام، المركز الثالث من يتقدم في هذه اللحظات لافي، تعود الملكية للافي مشاهدينا الكرام لناصر بن أحمد بن حسن العامري، وشاهين قادم بكل قوة ووصل اللي هو شاهين، تعود الملكية لسيف بن محمد بن علي بن سالمين المزروع. الأوامر بدأت تصدر والتجمع من السبق بدأ مشاهدينا الكرام يسحب بهجوم بقوي. يا سلام شاهين، وصل شاهين لمحمد بن حمد بن سعيد المري، ما يبنى على طاري إلا مع هذا الموقف. يا سلام، نعود مع البداية، نعود مع المقدمة لافي، لافي منذ الانطلاق، لافي يسيطر مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، تعود الملكية للافي مشاهدي الكرام في هذا المسار والانطلاق. لافي لافي ناصر بن أحمد بن حسن العامري مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول، يبي يغادر بالفوز، يبي يغادر بالناموس والانتصار. انطلق، انطلاقة الناموس والانتصار. مشكور يا بن حسن، مشكور يا ناصر،
يا بن احمد يا بن حسن العامري على هذا الفوز، هو الابداع هو الانتصار، لا في لفه بالناموس لا في لفه بالانتصار. المركز الثاني كان من نصيب شاهين محمد بن حمد بن سعيد المري. المركز الثالث بالفعل مشاهدينا الكرام من تقدم في ثالث المراكز مثير سعيد بن سالم بن قناص العامري. اما المركز الرابع كان من نصيبه مشاهدينا الكرام مصدع زايد بن محمد بن قران المنصوري، وخامس المراكز وصل شاهين ناصر بن حمد بن محمد المنصوري. نذهب مباشرة إلى التوقيت وإلى وصول لا في مشاهدينا الكرام قطع المسافة زمن وقدره 6:05.4 تهانينا والناموس لمالك لا في ناصر بن أحمد بن حسن العامري. أما اللي في المركز الثاني تهانينا لمالك شاهين محمد بن حمد بن سعيد المري 6:07.1 يتيمن من الثاني. أما في ثالث المراكز مصدع زايد بن محمد بن قران المنصوري، والتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام من وصل في ثالث المراكز 6:07.9 من الأجزاء مشاهدينا الكرام اللي هو مثير لسعيد بن سالم بن قناص العامري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.